مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1. مستنيين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. وما تنسوش إن إحنا كنا بنعمل الكحك والبسكوتات والسابلي والحاجات الجميلة دي. فصلنا بس امبارح كده شوية في الرنجة والبريوش وحاجات شم النسيم الحلوة، ورجعنا تاني النهاردة هنكمل حلقات العيد. النهاردة هنعمل السابلي وهنعمل الشكلمة وهنعمل منين العجوة والمنين السادة أو كعب الغزال زي ما بيسموه، القرص السادة، القرص اللي بالعجوة، ليها كذا مسمى تقدروا ان انتوا تسموها زي ما انتوا حابين. تعالوا نشوف المقادير. أول حاجة هنشتغل في الشكلمة ونشتغل فيها مع بعض. الشكلمة فيها كذا طريقة، يعني ليها كذا طريقة. ممكن نعملها ببياض البيض والحليب المكثف، ممكن نعملها بالحليب، يعني أسهل طريقة أو أقل مكونات البياض البيض والحليب المكثف والجوز الهند. بس أنا بيبقى إن الناس كتير قوي قالت لي إن اللبن المكثف بقى سعره غالي جدا، فعايزين بدايل للبن المكثف، فعملته الطريقة مش باللبن المكثف خالص، شلت اللبن المكثف من الوصفة تماما. فبرضو تقدروا لو أنتوا حابين تعملوا الشكلمة بطريقة بسيطة وسهلة، بتجيبوا بياض 2 بيضة وبتضربوهم كويس جدا مع شوية فانيليا، وبتحطوا عليهم نص كوباية من اللبن المكثف، نص كوباية من مقدار اللبن المكثف، وتضربوهم برضو كويس، وبعدين تحطوا عليهم كوبايتين جوز هند بالتدريج لحد ما تلم معاكم، وتقدروا تعملوا كده شكلمة بس كده. الثلاث مقادير دول. طب لو أنا مش عايزة أجيب حليب مكثف هعمل الوصفة اللي أنا هعملها دي، يعني أنا الوصفة اللي احنا هنعملها دي بديل إن احنا نستخدم أي حليب مكثف في الوصفة، تمام كده؟ انا قلت لكم اهو الطريقتين، الطريقه اللي احنا هنشتغل فيها اللي انا هقول لكم دلوقتي على مقاديرها ونشتغل فيها، والطريقه بتاعه اللبن المكثف. هتجيبوا 2 بياض بيضه هتضربوهم كويس جدا مع فانيليا، وبعد كده بعد ما يبقوا فومي كده هتحطوا عليها نص كوبايه من اللبن المكثف ضربه كمان، وبعدين تحطوا كوبايتين جوز هند بالتدريج لحد ما يلم معاكم، وتبداوا تشكلوهم بايديكم باي كيس حلواني زي ما انتوا حابين، وتحطوا الكريز او اي حاجه انتوا حابينها وتسووها على طول. تعالوا بقى ايه نشوف المقادير بتاعه الشكلمه اللي احنا هنعملها النهارده. عندي نص كوبايه من السكر، سكر عادي مش سكر بودره، وعندي كمان كوبايتين جوز هند، وممكن استخدم من كوبايتين لكوبايتين ونص، هشوف معاكم هحتاج قد ايه. وعندي كمان 2 بيضه، هستخدم البيض كامل في الوصفه دي. وعندي فانيليا وكريز، الكريز الاحمر المسكر ده او الاخضر اللي تلاقوه. وعندي كمان معلقه كبيره من الدقيق، ومعلقه كبيره من السمنه، ومعلقه عسل جلوكوز او عسل ابيض، ده او ده، تمام. هقول تاني المقادير. عندي نص كوبايه من السكر، وعندي كمان 2 كوبايه من جوز الهند، وعندي بيضتين كاملين، وفانيليا وكريز، ومعلقه دقيق، ومعلقه سمنه، وعسل جلوكوز او عسل ابيض معلقه برضو كبيره، تمام كده؟ طب لو ما عنديش عسل جلوكوز استخدموا عسل ابيض، ما فيش مشكله خالص. اول حاجه كده هبدا اجيب طاسه، وهبدا انزل بالسمنه، معلقه السمنه اهو، هبدا انزل كده بمعلقه السمنه. بصوا انا كنت مسخنه الطاسه شويه، هبدا انزل بمعلقه السمنه هتسيح، وبعدين هحط عليها معلقه العسل الجلوكوز او العسل الابيض اهو، ده او ده اللي متوفر عندكم حطوه، اساسها بالعسل الجلوكوز، بس لو ما عندكوش استخدموا معلقه عسل ابيض مفيش مشكله خالص. في الاخر بعد ما بنخلص كمان الشكلمه بقلب كده، بدوب كده العسل مع السمنه. في الاخر بعد ما بنخلص الشكلمه وبنسويها بنبقى محتاجين شويه شربات او يعني شويه عسل كده وهي سخنه، يعني بفرشه كده ندهن فوق الوش من مع الشكلمه اهو. بصوا بسيح كده السمنه مع عسل الجلوكوز اهو بالشكل ده، هرفعه كده على النار اتاكد ان كله ساح معايا اهو. انا هنا مستخدمه البيضتين كاملين، مش مستخدمه بياض بيض، هحط على البيض الفانيليا بتاعتي اهو، وهبدا بقى ايه احط عليهم نص كوبايه السكر اهو، واقلب كده السمنه مع عسل الجلوكوز مع السكر الابيض اهو بالشكل ده كده.
وهرفع على النار اقلب كده ايه كام تقليب. بصوا انا مش عايز سيبها كتير على النار لان انا هحط البيض عليهم كمان دلوقتي اهو. ادي كده تقليبه، نص كوبايه السكر مع معلقه السمنه ومعلقه العسل الجلوكوز بالشكل ده اهو. نشيل بس الحاجات اللي انا مش عايزاها ونرجع نكمل. بدي كده تقليبه وبعدين ببدا ان انا ارفعها واحط البيض، او تبقوا عاملينها على نار هاديه خالص، انا مش عايزه البيض يستوي. تمام، هقوم شايلاها كده من على النار واحط البيضتين اللي عليهم الفانيليا. انا مستخدمه زي ما قلت ووريتكم البيض كامل اهو، وهبدا اقلب بقى ايه كله مع بعض كويس جدا اهو. ادي كده تقليبه بالشكل ده، اقلب 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 كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معانا مين؟ ام غدير. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا شيف اسماء، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مش قادره اقول لك يا شيف اسماء انا بحبك قد ايه. انا طبعا عجوزه قوي. الله يخليكي، الله يخليكي، ربنا يديكي الصحه حبيبتي والعافيه يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي والله، ده انا مبسوطه بمكالمتك جدا يا حبيبتي. يسعدك ربنا. الله يخليكي. والله العظيم انا ما بنام علشان اسمع تعملي ايه. الله يخليكي والله العظيم، تسلميلي. شغل الله، عملت كذا وكذا، تسلميلي والله. والله ده شرف لينا والله العظيم يا حبيبتي، يعني شرف لينا حبيبتي والله. والله العظيم يا اسماء، اسمعيني، اسمحي لي يعني اقول لك يا اسماء. طيب يا سلام يا سلام، ده انت تنوري التليفون كل ما تكلمينا كده، هبقى مبسوطه جدا. يسعدك حبيبتي، يسعدك الله يخليكي. ايه الحاجات، وما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. بعيد اللي يشوفك. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي، الله يخليك، تسلميلي. كله زي الفل والله، مبسوطه جدا بمكالمتك. حاجه بالله عليك طبعا، قاعده النهارده قولي لي. الله يخليك، انا عايزه الفطير بتاع زمان، فاكره الفطير اللي بيقطم ده؟ فاكره؟ قولي لي فطير ايه يعني، فطير مشلتت مثلا؟ لا لا، فطير كانوا بيعملوه زمان في الكحك والبسكوت، كانت ماما الله يرحمها بقى كانت بتعمل. قصدك على المنين؟ مش خالص زي القرص كده؟ ايوه. هنعمل النهارده قرص بالعجوه وقرص سيده. حاضر. بجد؟ والله. وبالشمر واليانسون. حاضر. هنعمل بكره عندنا البسكوتات بتاعت اليانسون والكلام ده كله ان شاء الله. لا، شمر يعني حاضر. القرصه ايوه، القرص بيحطوا فيها شمر ويانسون. صح، ماشي، حاضر يا حبيبتي. نورتي نورتي. تسلمي يا حبيبتي، الله يخليكي. احلى سيف كده. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. شكرا يا حبيبتي. بصوا هبدا بقى ايه، اعاير كوبايتين جوز هند على المقدار ده، وهشوف لو هحتاج تاني نص كمان ولا حاجه. هتحتاجوا من كوبايتين لكوبايتين ونص. اهو كده، دول كوبايتين، هحط دول كده، دول اقل من نص، حوالي ربع كوبايه. هقلب بقى كل الكلام ده مع معلقه الدقيق اهو كده، اخلط كده كل الكلام ده كده مع بعض اهو. بصوا مش محتاج ولا عجان ولا اي حاجه. هبدا بقى ايه، انزل كده بالشكل ده اهو، اخلط كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل ده. تشكيلها كمان سهل جدا بايديكوا، ممكن تحطوها في كيس حلواني وتنزلوها براحتكوا خالص اهو. تمام قوي كده، خلاص مجرد ان انا بلم كل المكونات على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقى عندي الشكلم. ممكن بقى ابدا ان انا اشكلها كده، يعني مش شرط تشكيلها بسيط جدا، ممكن تعملوها كده كوره كده بالشكل ده، وتبداوا تحطوها في الورق اهو، الورق الصغير ده كده بالشكل ده، لو انتوا يعني ايه حابين تحطوها على طول هنا. ببدا احط الكريزه بتاعتي بالشكل ده اهي، وابدا اسويها
بسيطة وسهلة ومقاديرها يعني بمنتهى السهولة، تاخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين كده، يعني ما خدتش معايا اي وقت خالص. تمام، ببدأ اكور اهو بالشكل ده، بحط في كل الورق بتاعي اهو. مهني صباح الفل، جميلة ازيك يا حبيبتي؟ ايه عامله ايه الجمال ده؟ ما حبيبتي، شاء الله عليك، الله ربنا يحفظك يخليكي. ويحميك الله يا رب. يخليكي يا ايه مهاني، الاخبار؟ كل سنه وانت وانت طيبه، طيبه رد حبيبتي عليكي وبخير. بخير يا رب، اللهم وعلى امين، اولادك وعلى اللهم كل امين الاسره الكريمه. علينا وعليك اه يا والله مهاني يا رب. عملت امبارح المعمول اللي بالسميد، بس طلع تحفه خرافه المعمول اللي بطريقتك بالسميد بقى الجميله السهله، حبيبتي، والله تسلمي العظيم. يا ريت تسلمي في الف مثلا هنا. نقدر نبعت صور ولا اي حاجه. ابعتيلي، ابعتولنا طبعا على السوشيال ميديا، ابعتولنا في مسج، ابعتولنا ده على واحنا دي صفحه بقى الاي تي سي ولا صفحتك؟ بصي ابعتيلي في كومنت على ممكن تكتبي في بعد الحلقه ما تخلص يعني الفيديوهات بتاعت المطبخ، نزليلي الصور في الكومنتات وانا هاخدها. خلاص ان شاء ماشي الله. حبيبتي. الصفحه اسمها ايه يعني؟ اي تي سي. اي تي سي. اه معلش في اسماء. بصي ممكن حضرتك بس النهارده تنزلي لي مقادير البريوش بتاع امبارح؟ حاضر، كان عينيا، حلو قوي قوي، حاضر حاضر يا بس ما حبيبتي، لحقتش بقى اصور. هنزلك، حاضر ربنا هنزلك مقادير. يخليكي، كل حاضر سنه يا وانت حبيبتي، طيبه وانت وميرسي طيبه ما بين حبيبتي ايديك يا وبخير. رب. اللهم امين يا حبيبتي، شكرا. تسلمي يا حبيبتي، مع السلامه. بصوا بشكل شكلمه بالشكل ده، ريحتها فظيعه ومقاديرها مظبوطه، من غير حليب مكثف، من غير اي حاجه. عندكم بياض بيض مثلا استخدمتوا صفار في بيتي فور، عايزين تعملوا الوصفه بتاعت بياض البيض، زي ما قلت لكم كده، 2 بياض بيض مع نص كوبايه هتدربوا كويس مع فانيليا، مع نص كوبايه حليب مكثف، وبرده كوبايتين جوز هند بالتدريج لحد ما تبقى بالشكل ده. هبدا بقى احطه كريز احمر، كريز اخضر، زي ما انتوا حابين، مش قوي. لا لا، شكلما في ناس يعني مدمنه شكلما، الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها جوز هند كتير بتحب الشكلما جدا. اما جوز الهند وال يعني ليه ناسه برضه، في ناس بتحب لا لا، دي ناس مختلفة عن دي خالص. أنا ممكن أقول، أنت تقول لي إيه على فكرة؟ بصوا هنشكل كده بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية كلها، ونحط بقى كريز أحمر، كريز أخضر، زي ما أنتوا حابين. تدخل الفرن على درجة حرارة 200، يا دوب بتتحمر كده الوش بتاعها وبتبقى زي الفل. طبعا مش شرط تحطوها في ورق ده، انا يعني بوريكوا ان انتوا لو عايزين يعني تعملوها زي ما بتشتروها من بره وكل واحد ياخد واحده كده بوحدتها، تقدروا تعملوا كده، لكن شكلوها في الورق، شكلوها بره الورق، مفيش مشكله خالص. حطوها في كيس حلواني واشتغلوا بيها برده. تمام تمام، هناخد بقى واحدة دي ونعمل آخر واحدة من هنا، وناخد إيمان ونطلع فاصل. إيمان صباح الفل. صباح الفل، إزيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام تمام؟ والله. دايما يا رب حبيبتي. عملتوا أنا كحك كنت ولا عايزة لسه؟ أسألك، و قوليلي. أنا لو عندي أفوكاتو هو بيتعمل عصير بس ولا ممكن يدخل في لا حلويات؟ طبعا، لا مش في حلويات، مش هيدخل في حلويات، بس هتدخليه في أكل، هتدخليه في اكلات. يعني هتدخليه، ممكن هقول لك ممكن تعملي بيه صوص مثلا وسلطات، ممكن تعملي بيه عصاير، السلطات طبعا بيبقى ممتاز، ممكن تقدميه مثلا مع جنب الاكل كده مع خضار سوتيه، هقول لك يعني لو عايزه كذا طريقه ليه. حاضر ماشي ماشي يا حبيبتي، ماشي اوكي. بصوا بقوم مكمله تشكيل الشكلمه، وبحط الكريز فيه بالشكل ده كده، ببدا احطه كده. احنا خلصنا الشكلمه بطريقه سهله وبسيطه. عملنا ايه؟ حطينا على الطاسه، حطينا معلقه سمنه سيحناها، وعليها معلقه عسل جلوكوز او عسل ابيض، وبعد كده برضو سيحناهم مع بعض، حطينا عليهم نص كوبايه من السكر وقلبناهم تقليبه، وبعدين رفعناهم على النار، حطينا عليهم 2 بيضه كاملين معاهم فانيليا، قلبت بسرعه بسرعه، مش عايزه خالص البيض يستوي تماما، خدوا بالكم الجزء ده، وبعدين حطيت عليه، اخد بالظبط 2 كوباية من جوز الهند، انا مزودتش اهو تاني، هما 2 كوباية بالظبط، عايرت معاكم
ومعلقه كبيره من الدقيق. تمام، قلبت كله مع بعض. القوام بقى زي ما انتم شايفين كده، ببدا ان انا اشكلها كور بالشكل ده، وبدخلها الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تتحمر. ما بتاخدش 10 دقائق في الفرن، وبتطلع بتبقى الدنيا تمام وزي الفل. ده كده الشكل لما. تعالوا بقى نطلع فاصل، مش هعمل حاجه في الفاصل غير ان انا هكمل بقيه الصاج. ناخد بس استاذ حسين. استاذ حسين صباح الفل. استاذ حسين ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه وشكل الحي يعني ومنتهى الجمال والله. الله يخليك، الله يخليك، وحضرتك بخير يا رب. الله يخليك دايما منورانا بالحاجات الجميله دي يا شيف. تسلم يا استاذ حسين، كل سنه وحضرتك طيب والعيله الكريمه يا رب، كل سنه هم طيبين. الله يخليك حضرتك طيب. بقول لحضرتك يا شيف، هتعمل لي حضرتك القرص الطريه اللي هي بالعجوه يا شيف؟ هنعمل القرص، لا القرص الطريه لا مش هنعملها في العيد بقى، هنعملها بعد العيد. احنا عملناها قريب بس هنعملها لكم تاني ان شاء الله. لا هنعمل المنينه اللي بالعجوه. القرص الطريه لا مش هنعملها اليومين دول، هنغطي بقى كل البسكوتات والحاجات اللي انتوا عايزينها عشان نلحق قبل العيد، نبقى ادينا لكم كل الخطوات وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. الله يخليك يا شيف. شكرا يا استاذ حسين، تسلم لحضرتك، شكرا. تعالوا بقى ايه نطلع فاصل، هكمل تشكيل لحد ما ترجعوا لي من الفاصل ونشوف هنعمل ايه الوصفه اللي جايه. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. في الفاصل شكلت بقيه الشكلمه زي ما انتم شفتوا كده اهو. حابين طبعا يعني تزودوا الكميه، تعملوها ضعف الكميه، تعملوا بس الشويه دول. انا مع مدرسه ان احنا نعمل شويه كده ونبدا ان احنا نشكل في الاصناف. يعني بحب اعمل شويات من كل حاجه بحيث ان انا يبقى عندي كده ايه تشكيله محترمه كده من حاجات العيد عندي في البيت. تعالوا بقى ايه نشيل الحاجات كلها اللي مش عايزينها كده، نرجعها ورا ونبدا نحط بقيه الكريز على الشكلمه. تمام، وندخلها الفرن. ما تاخدش وقت خالص في الفرن، يا دوب بتتحمر كده بتاخد لون حلو كده ونطلعها على طول. نبدا بقى نحط الكريز كده فوق الوش اهو الشكل ده كده. الورق ده بيبقى لطيف قوي، انه مثلا برضو لو عندنا ضيوف ولا حاجه كل واحد بياخد واحده كده بوحدتها. حتى الكحك بصراحه انا بقدمه بنفس الطريقه دي، يعني بجيب له ورق كده ابيض بقوم حاطه كل كحكايه كده ايه في ورقه بحيث ايه اقدمه للضيوف كده بالشكل ده كده لحد ما بخلص كل الكميه وادخلها فرن درجة حرارة 200. تعالوا بقى ندخل الفرن. وتعالوا نشوف هنعمل ايه، هنعمل المنين، هنعمل منين سادة ومنين بالعجوة. تعالوا نشوف مقاديره ايه ونشتغل فيها مع بعض. عندي للمنين 3 كوبايات من الدقيق، هحط كده ربع معلقه من ريحه الكحك، وممكن احط شمر، ممكن احط ينسون، حطوا اللي انتوا عايزين تحطوه جوه العجينه بتاعت المنين. وعندي معلقه من الخميره ورشه ملح وسكر وكوبايه من السمنه ومعلقتين كبار من السكر وعجوه او ممكن ملبن، يعني على حسب ما انتوا حابين. ممكن تحشوه عجوه، ممكن تحشوه ملبن، ممكن نعمله ساده براحتنا خالص. تمام، وطبعا بحط ميه من مقدار حوالي نص كوبايه من الميه، وهقول لكم لو احتاجنا اكتر دلوقتي. يبقى 3 كوبايات من الدقيق، ريحه الكحك بحط ربع معلقه من ريحه الكحك، وبحط كمان معلقه خميره، وممكن تحطوا شمر، تحطوا ينسون، تحطوا اي حاجه انتوا حابين تنكهوا بيها العجينه، ورشه ملح وسكر وكوبايه من السمنه ومعلقتين كبار من السكر وعجوه او ملبن او هنعمله سادر. تمام، اولا السمنه عايزاها تبقى هسيحها شويه. تمام، في ناس بتمكس السمنه والزيت مع بعض، وفي ناس بتعملها كلها سمنه، وفي ناس بتعملها نص كده ونص كده، على حسب ما انتوا حابين.
التلات كوبايات بتوع الدقيق هستخدم عليهم بالظبط يعني كوباية لكوباية وربع من السمنة أو كوباية وربع من الدهون عموما. طب هقول لكم دلوقتي هتحكموها ازاي أو هتعايروها ازاي وإحنا شغالين. طب الثلاث كوبايات الدقيق انا مستخدمه هنا جميع الاغراض، ولو عندي اي دقيق بتاع كحك او بسكوت طبعا يبقى زي الفل. ريحه الكحك ممكن احطها، ممكن احط شويه محلب، ممكن احط شويه شمر، ممكن احط شويه ينسون، الحاجات دي كلها تخلي لي القرص والمنين طعمه جميل وريحته كمان تحفه وهو في الفرن. ناديه صباح الفل، ممكن تنزلي لنا مقادير اللانكشاير؟ طب صباح الفل الاول. صباح النور. صباح الفل. صباح الجميل. حاضر يا حبيبتي عينيا. مش كنا عايزين مقادير اللانكشاير؟ حاضر يا حبيبتي. حاضر هنزلها لك. ندى استاذنك مقادير اللانكشاير والبريوش بتاع امبارح. تمام. فتقدروا زي ما قلت لكم كده ينسون، شمر، ريحه كحك، شويه محلب، الحاجات دي كلها بتدي نكهه حلوه جدا، فعلى حسب ايه اللي موجود عندكم حطوه. تمام. يبقى احنا استخدمنا 3 كوبايات من الدقيق جميع الاغراض، وحطينا هنحط عليهم شويه من ريحه الكحك او اليانسون او الشمر او شويه محلب على حسب ما الموجود عندكم، وهحط معلقه خميره بالشكل ده ومعلقتين سكر عاديين كده او معلقه كبيره هرميه كده سكر، شيل بقى الحاجات اللي مش عايزينها، وهجيب السمنه وهبدأ ايه اخلط كده كل ده مع بعض واحطه في العجان او هعجنه طبعا على ايدي، الموضوع يعني ايه مش محتاج مجهود يعني. وهبدأ احط عليه السمنة، حابين تحطوا زي ما قلت لكم شوية زيت تقدروا تعملوا كده، بس انا بحس السمنة بيبقى انعم وجميل. لو حابين تقرمشوه شوية ممكن تحطوا له ربع كوباية من الزيت من مقدار الدهون، يعني تشيلوه من مقدار السمنة. وهبدا كده ايه اعجن كل ده مع بعض كاني ببس كده الدقيق مع السمنه. بصوا انا في المرحله دي انا بدخل السمنه مقدار الدهون مع الدقيق عندي اهو، بصوا اهو انا بدخل مقدار السمنه مع الدقيق، عايزه المعياري اصلا. تمام اهو بالشكل ده. هبدا بقى ايه اعجن بشويه ميه، هحط كده الميه بالتدريج وهقول لكم استخدمنا قد ايه. هجيب المعيار عشان انا ايه بشوفها كده على حسب محتاجه تاني ولا لا، بس هقول لكم المقدار ده اخد معايا قد ايه من الميه. هعاير اهو نص كوبايه ونشوف هنستخدمها كلها ولا هنستخدم اكتر منها. هبدا احط الميه بالتدريج. احنا برضو مش عايزين نعجن كتير، يعني مش عايزه العجن يبقى كتير. هوريكوا بصوا هذه العجينه بتبقى عامله كده، وطبعا بنسيبها عشان فيها خميره بنسيبها تخمر شويه. بتخمر قد ايه؟ يعني بنسيبها حوالي من نص ساعه لساعه كده ترتاح، نغطي عليها وتخمر وترتاح. انا استخدمت هنا نص كوبايه. في بعض الانواع دي هتستخدموا اكتر، يعني انا قبل كده بعملها بتاخد معايا كوبايه الا ربع وساعات كمان كوبايه ميه على حسب نوع الدقيق. انا كده تمام جدا، نص كوبايه دول ظبطت معايا. لو عندي نوع دقيق حاسه ان انا محتاج اكتر من النص كوبايه بزود ربع ربع كده بالتدريج لحد ما تظبط العجينه تبقى معايا حلوه وطريه وجميله. تمام. هبدا بقى ايه عجينه، بصوا بعد ما ارتاحت وخمرت بصوا طريه ازاي اهي، قوامها شويه عامل زي كانها عجينه مخبوزات بس هي مش عجينه مخبوزات. تمام.
هبدا اجيب كده جزء من العجينه بالشكل ده. هوريكم بقى كذا شكل وتقدروا تشكلوا كذا حاجه دي. استاذ اشرف صباح الفل. استاذ اشرف. ايوه يا شيف معاكي. صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح الفل يا فندم، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، عايزك يس اسلام. انا معلش عايز اسالك على الشكل، لما عشان امبارح انت الست اللي اتصلت بيكي قالت لك عندي بياض بيض. قلتي لها حطي نص كوبايه مع اثنين كوبايه جوز هند. يبقى كده عملنا الشكلة. مع النهارده حضرتك غيرت الكلام بتاعك، قلت هي بطله ثاني. قلت ممكن نحط سكر. لو سمحت يعني تقوليها لي، تطلعي لي المقادير ثاني على الشاشه. طيب حاضر حاضر. لا قلت ممكن نعملها ببياض البيض، عشان هي قالت لي عندي كوبايتين بياض بيض من الباقي من الصفار. هرد على حضرتك حالا. حاضر، شكرا لحضرتك، ميرسي. المدام اللي كلمتني اول امبارح قالت لي انا عندي بياض بيض في كوبايه، عشان هي كانت فاصله الصفار، كانت مستخدمه الصفار للبيتي فور. فانا لو قلت لها بياض اتنين بيضه مش هتعرف تعملهم، فانا قلت لها نص كوبايه من البياض البيض اللي عندك هتضربيهم مع فانيليا، وممكن تستخدمي سكر او حليب مكثف تحلي بيه وتزودي الكوبايتين جوز الهند. ده اللي انا قلته والله. فالكوبايتين نفس الكلام، نفس الموضوع اللي انا قلته النهارده. احنا النهارده عملناه بطريقه تانية غير الحليب المكثف وبياض البيض، استخدمنا البياض كامل. يعني قلت في طريقتين وفي طرق كتير على فكره، في طرق تانية كمان للشكلمه، بس يعني احنا عملنا الطريقه اللي من غير لبن مكثف، وهنزلها لحضرتك تاني. احنا هقول لحضرتك برضو عملنا ايه. معلقه سمنه حطينا عليها، على معلقه سمنه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز او العسل الابيض، وقلبناهم على النار، وحطينا نص كوبايه من السكر، وبعد كده برضو قلبناهم. عندي بيضتين كاملين حطيت عليهم فانيليا وقلبتهم مع بعض بعد ما رفعتهم على النار عشان البيض ما يستويش، وبعد كده حطيت عليهم كوبايتين من جوز الهند بالتدريج لحد ما اتجمعوا معايا بالشكل اللي حضرتك شفته. شكلناه وحطينا الكريز، هيدخل على درجه حراره 200، بياخد حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه يعني، مع متابعه طبعا التسويه. المقادير برضو على الشاشه لو حضرتك حابب تصور. تمام، هبدا بقى ايه، اجيب جزء من العجينه بتاعه المنين واحط ما بين كيسين ثلاجه او اهو كده بالشكل ده، او ورقتين زبده، وهبدا افرد. هوريكم بقى كذا شكل تقدروا تعملوا بيه تشكلوا بيه العجينه بتاعه المنين. في ناس بقى بتسميها قرص بالعجوه، قرص ساده، كعب الغزال، بيبقى ليها كذا مسمى. احنا هنعمل، عارفين القرص بتاعت كعب الغزال اللي انتوا بتجيبوها من الفرن دي، هي دي اللي احنا هنعملها دلوقتي. بصوا كيسين الثلاجه او ورقتين الزبده بيسهلوا عليا جدا الموضوع، وبيخلوني عارفه اتحرك واشيل واحرك كده العجينه زي ما انا عايزه. في الرول اللي احنا هنعمله ده، احنا هنعمل كعب الغزال، انا محتاجه العجينه ما تبقاش تخينه ولا كمان العجوه تخينه. عندي عجوه هقوم مسيحاها في الميكرويف كده بمعلقه سمنه زي ما احنا متعودين نجهز العجوه والملبن ازاي. اهو انا عايزه اربعها كده شويه عشان دي هعملها رول. اهو هوريكم كذا تشكيل ليها عشان تبقوا شايفين معانا كل حاجه. خلاص كده انا فردت العجينه بالشكل ده كده تمام، وبرده فردت ما بين برده كيسين ثلاجه، فردت العجوه بالشكل ده اهو. بصوا حته عجوه كده بعد ما طريتها، وبرده فردتها بنفس الطريقه دي على كيسين ثلاجه. هشيل كده واحط العجوه على العجينه، العجوه اللي انا المفروضه اللي عندي دي هقوم حطها على العجينه بالشكل ده كده. الكياس بصوا بتسهل، انا بحرك الدنيا زي ما انا عايزه اهو بالشكل ده، حطها كده في النص، هشيل لو في اي زيادات في العجوه اهو كده، شيل اي زيادات كده موجوده بره العجينه، وهبدا ان انا الف رول. بس عايزه الف رول يعني محكم جدا، مش عايزه يبقى فيه فراغات. هلف رول، بصوا برضو هلفه بالكيس
بالراحه جدا كده هلفه بالكيس اهو. يفضل تبقوا مطريين العجوة عشان تبقى طرية معاك وعارفين تشكلوها بالشكل ده كده. عجينة طرية جدا ممتازة، هوريكوا الطرية عاملة ازاي. بصوا ببدأ بقى اقفل الحتة دي، بقفلها بمنتهى السهولة اهي. بصوا العجينة طرية خالص، وببدأ ان انا اساوي الرول عندي كده بالشكل ده اهو كده. الكيس التلاجة يعني هعرف احرك بيه زي ما انا عايز اهو بالشكل ده كده. هساوي الرول عندي وهبدأ اجيب كيس طبق سوري فيه سمسم، وهبدأ ان انا اشكل عليه، او الاول هغطس كده الرول في السمسم وبعدين اشكل عليه. بصوا انا بساوي بس الرول بتاعي بالشكل ده كده، وببدأ ان انا اجيب الطبق بتاع السمسم هوريكم، عشان انا بقفله بس كويس عشان اتأكد ان هو تمام. تعالوا بقى ايه، هنجيب كيس، هنجيب سوري الطبق بتاع السمسم، وهشيل الرول بتاعي من الكيس، وهبدا ان انا اغطس. بصوا اغطس الرول بتاعي كده. دي طريقه من الطرق، هوريكم كذا طريقه يعني اهو بالشكل ده كده تمام. وهبدا بقى ايه، اجيب سكينه. بصوا انا غطيته كله بالسمسم زي ما انتم شايفين كده اهو. اجيب سكينه وصاج، نجيب صاج كده من ورا. شوكولاته اسلام والشكلمة، الشكلمة خلاص كده هنطلعها. نبدا بقى ايه، نقطع كده الاطراف ونبدا نعمل كعب الغزال بتاعنا كده، نشكله بالشكل ده. تحكموا بقى في السمك اللي انتوا عايزينه اهو بالشكل ده كده. ممكن بعد ما تقطعوها على فكرة تغطسوها في السمسم بعد ما تقطعوها، براحتكم خالص لو انتوا حابين تعملوا كده. هوريكم الشكلمة حالا اللي احنا عملناها طلعت بقت شكلها عامل ازاي. خلينا بس نقطع ده اهو. طبعا الطريقة دي لازم العجينة تبقى رفيعة جدا والعجوة رفيعة جدا، لان انا بعملها رول فبعملها على كذا حاجة اهو. ببدأ احط كده كعب الغزال عندي في الصاج بالشكل ده اهو، الطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. ممكن اعمله من جوه ملبن لو انا حابه، بس الملبن بقى ممكن يعني تحطوه تفرشوه كده ايه على العجينه، مش هيبقى سهل قوي معاكم ان هو يتفرد ما بين كيسين تلج. خدوا حته حته كده وافردوه على العجينه. لو في حاجه عايزها تتفصل اهو بفصلها بمنتهى السهوله، وببدا ان انا احطها في الصاج اهو. شايفين ده كده اول طريقه او اول حاجه نقدر ان احنا نعمل بيها المنين او كعب الغزال زي ما احنا مسمينه. طب تعالوا نعمل حاجه تانية. ده بعد ما استوى بصوا شايفين شكله اهو، ده بعد ما طلع من الفرن ده شكله بجد في منتهى الجمال وحلو جدا اهو. بصوا ده شكله وطعمه بقى رائع اهو تمام. تقدروا بقى ايه تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين تعملوا الكميه كلها بالشكل ده، عايزين تعملوا الكميه كلها بالاشكال اللي احنا هنعملها برضو دلوقتي مع بعض، براحتكم خالص. هوريكم برضو ممكن نعمل شكل تاني بالعجوه لو انتوا مش عايزين الشكل الكبير ده. هدخل بس ده الفرن واجي لكم حالا. هاخد جزء من العجينه تمام، جزء كده من العجينه بالشكل ده
وهبدا ان انا افرده، ممكن على فكره حتى بايدي يعني لو انتم ما عندكوش نشابه، يعني افرده كده بالشكل ده. هوريكم شكل تاني بالعجوه تقدروا تعملوه بدل ما تفردوا العجوه والكلام ده. اهو هفرد كده العجينه بتاعتي بالشكل ده. بصوا العجينه طريه وجميله، ريحتها تحفه كمان بالشكل ده. وهبدا اجيب حته عجوه كده هبرمها بالشكل ده برضو اهو، وبططها كده بالشكل ده كده، واقفل عليها لفه كده واحده، او يعني لفتين بالكتير لو انتوا حاسين يعني ايه ان هي رفيعه اهو بالشكل ده كده. جيب سكينه اشيل الزيادات، الزيادات دي كلها طبعا بتشكل تاني مفيش مشكله خالص اهي. بقفل، بصوا عجينه طريه فبقفل كويس قوي، ببططها كده بايدي وببدا ان انا اشيل بس الطرف ده كده احطه مع العجينه وابدا اقطعها بالورب بالشكل ده. دي طريقه تانيه لو انتوا حابين تعملوا بيها، اشيل لكم دي اهو، وتبداوا ان انتوا تحطوها في الصاج بتاعكم بالشكل ده. حابين برضو تحطوا عليها شويه سمسم كده من فوق الوش برضو ممكن تعملوا كده. ده شكل تاني للمنين لو انتوا اهو، بصوا بقوم حاطه كده شويه سمسم بالشكل ده، شيلها بالراحه العجينه طريه خالص اهو، بلزق كده عليها شويه سمسم بالشكل ده، وبرده بقت محشيه عجوه وبقت جميله. تمام، ده شكل تاني. في طبعا بقى يعني اقرب حاجه بالنسبه لي، انا بحب الساده جدا، هوريكم برده هنشكله ازاي اهو. انهي ده؟ ده ماشي، بحسب المنينة اللي بسمسم. يلا بينا كده اهو بالشكل ده. تمام، لا مش عارفه والله. قدروا يا سلام. لا 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 الافيهات الافيهات مش حلوه النهارده. بصوا اهو ده بعد ما طلع اهو شكله عامل كده، ده بعد ما سويناه. تمام، بيبقى جميل ومقرمش كده وهش من جوه. انتوا فين اهو، تقدروا تعملوا بقى بين منه الكميه اللي انتوا عايزينها، ومحشي برضو عجوه او برضو ممكن نعمله محشي ملبن. تمام، ده كده الطريقه الثانيه. اميره صباح الفل، ازيك يا شيخ احمد؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل في الحاجات الحلوه دي. الله يخليكي الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. انا اول مره اكلمك. يا سلام، ده شرف لينا. على طول بقى هستنى تكلميني. ربنا يخليكي يا رب ويسعدك حبيبتي. الله يخليكي الله يخليكي حبيبتي. انا كنت عايزه اعرف طريقه عمل الفتيفور والغريبه. حاضر، عينيا حبيبتي. بس انا عايزه اعمل ايه؟ احنا عملناهم، هنزل لك مقاديرهم اللي احنا عملناه. خلاص ماشي، هو والغريبه. حاضر حاضر. انا بحب حضرتك قوي، اول مره اكلمك. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي. منوره الشاشه. الله يخليكي، ده نوركو والله، تسلميلي يا حبيبتي. شكرا يا اميره. نم بقى كل السمسم ده اللي وقع، تعالوا بقى ايه نرص شويه قرص كده. لا هشكل القرص دي، مش هطلعك فصل دلوقتي. خلاص اهو هفرد ده وهوريكم القرص حالا عشان ما نضيعش وقت. ايوه بصوا بفرد كده العجينه بالشكل ده. القرص ببقى عايزاها بقى محمله شويه، قرص الساده يعني. تمام، ببدا ان انا اساوي كده العجينه. طبعا العجينه لما بلمها بتتشكل تاني خالص، بتبقى في منتهى الجمال، ما عنديش مشكله خالص فيها اهو. هبدا كده نتابع كده الفرن، ما يعني ما ننساش الفرن. بصوا ببدا بقى اعمل
قرص السادة طبعا اعملوها الحجم اللي انتوا عايزينه، حابين تعملوها صغيرة خالص، حابين تعملوها كده زي ما انتوا حابين. ابدأ بقى ايه اشكل كده بالشكل ده واحط في الصاج بتاعي اهو زي كده القرص السادة الجميلة بقى اللي مع الشاي بلبن دي، طعمها بجد بيبقى في منتهى الجمال، لو حاطين كمان شوية شمر وينسون بتبقى تحفة، ريحتها بتبقى فظيعة كمان. أيوة خلاص هانت، خلاص هانت، هنحضر شاي بلبن. أيوة أهو كده حط دول اللي احنا عملناهم معاهم، هكمل الصاج ده برضو قرص سادة. واطلعوا فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل مع بعض السابليه بطريقة سهلة وبسيطة. احنا كده خلصنا الشكلمة، تعالوا اوريكم الشكلمة صح بعد ما طلعت الشكلمة. بصوا احنا عملناها معاكم كلها على الهواء، مش عاملة منها اي حاجة قبل الهواء، كلها من A to Z عملناها معاكم على الهواء. بصوا شكلها جميل وريحتها احلى وطعمها احلى، جربوها هتعجبكم جدا بجد، وهتعملوها دايما وهتعتمدوا دايما الطرق اللي احنا بنعملها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنونا. شهر الصيام تم البدري بدري. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، عملنا مع بعض الشكلمة وعملنا المنين بالعجوة والسادة، وتقدروا تعملوه كمان بالملبن لو انتوا حابين. وتعالوا دلوقتي نعمل السابليه. السابليه محتاجين له 3 كوبايات من الدقيق، وعندي نص كوباية من السكر البودرة، وعندي كوباية فانيليا كمان، وعندي بضاية وكوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة ورشة ملح. هقول تاني المقادير: 3 كوبايات دقيق، نص كوباية من السكر بودرة، وفانيليا وبيضة وكوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة ورشة ملح. أول حاجة هبدأ إن أنا أحط الزبدة بتاعتي، أضربها مع السكر البودرة. السابليه من الحاجات اللي لما تعجنوا العجينة يعني بنسبة كبيرة جدا يفضل إن أنتوا تجمدوا يعني تسقعوا العجينة عشان تعرفوا تشتغلوا فيها، لأنها بتبقى طرية جدا، هتسهل عليكم قوي وتخلي الشكل بتاع السابليه مظبوط قوي لو انتوا عملتوا كده. نص كوبايه الزبده هحط عليها كوبايه الزبده هحط عليها نص كوبايه السكر البودر، وهبدا اخلطهم مع بعض. الفانيليا وهحط البيض بضايه واحده، وهخلط كل الكلام ده كده مع بعض. هشيل كده الجوانب او هساوي الجوانب بتاعت الزبده عشان اتاكد ان كلها دخلت كده مع البيض اهو بالشكل ده كده، ونبدا نخلط تاني لحد ما اتاكد ان كل البيض دخل مع الزبده والسكر. هبدا بقى اخلط 3 كوبايات من الدقيق. مجرد ما بحط الدقيق زي ما اتفقنا يا دوب بلم المكونات مش اكتر من كده، مش عايزه اعجن، انا بلم بس المكونات. نشيل بقى الحاجات دي. دول سيبهوني معلش. الفرن كمان. بصوا بلم بس البتاع. عايزه اتاكد ان كل الزبده اللي تحت طلعت اهي، بنطرها كده مع الدقيق عشان ابدا ان انا اشتغل فيها.
تمام قوي كده، مجرد تقليب، انا مش عايزه اكتر من كده. ببدا اجمع العجينه بالشكل ده كده، وببدا ان انا احطها ما بين كيسين ثلاجه واشكلها باي اشكال انا عايزاها. الاشكال مش هنا يا اسلام ولا كيس الثلاجه. يبقى انا كده خلصت العجينه بتاعتي، هكون بقى محضره شوكولاته قابله للدهن، هكون محضره مربى، هكون محضره شويه فارماسيل، عندي زبده البسكوت، اي حاجه انتوا حابين تحشوا بيها او تزينوا بيها زي ما انتوا حابين تماما، اللي انتوا حابين تستخدموه تقدروا تعملوا كده. عندي شوكولاته بيضه سايحه كده على حمام ميه، وبرده شوكولاته بني نفس القصه. اي حاجه انتوا حابين بقى، شوكولاته خام، اللي انتوا حابينه تقدروا ان انتوا تزينوا بيه زي ما انتوا عايزين الاشكال. تمام، والفتحه الزقه ماشي هنشبها. هبدا بقى ايه، احط كيس ثلاجه كده. زي ما قلت لكم هترتاحوا قوي في العجينه دي لو اتسابت نص ساعه في الثلاجه، مهم ان انتوا تعملوا كده. انا بس عشان الوقت هشتغل فيها، بس هوريكم ان هي هتتعبني شويه في التشكيل، عشان هتبقى محتاجه ان هي تريح في الثلاجه شويه وتشد شويه عشان تتفرد بسهوله. هبدا بقى ايه، افرد كده الشكل ده، هفرد كده بالشكل ده كده، ومش عايزه العجينه سمكها تخين، لان انا هحط اتنين فوق بعض، فمش عايزه العجينه تبقى سمكها تخين قوي. اهو كده بالشكل ده، هبدا افرد الناحيه الثانيه اهو كده، وهبدا بقى ايه، مثلا ممكن اخد الورديه دي. بصوا اهم حاجه الكميه اللي انا هعملها مقفوله هي نفس الكميه اللي هعملها مفتوحه. يعني ايه؟ هوريكم حالا. يعني مثلا بجيب بصوا اي دايره صغيره كده، وببدا ان انا افتح فتحه في النص عشان تبقى واحده مقفوله والتانيه مفتوحه اهو بالشكل ده، شايفين؟ بصوا عايزة وردة بالشكل ده ووردة بالشكل ده، عشان كده بصوا بقول لكم محتاجة ان هي تجمد في التلاجة شوية عشان كلها زبدة بتبقى. هبدأ أرصها في الصاج بالشكل ده، شكل من ده مفتوح من النص وشكل مقفول من النص، يعني مش ما فتحناهوش خالص. وهبدأ ان انا أسويها على درجة حرارة 200، برضو الفرن شغال تحت بس، ومدية لون خفيف خالص من فوق لحد ما تدخل في السوا. هشكل بقى بأي شكل أنا عايزاه، قلوب، مربعات، وردة، زي ما أنا عايزة. هيبقى عندي بصوا أنا كده دول لزقاهم على بعض، هوريكو. بصوا يعني أنا عندي هنا اتنين أهو، وردة واحدة مقفولة أهي، ده بعد السوا، واحدة مفتوحة اهو. هبدا بقى اعمل ايه، هبدا الزق فيها شويه مربى من جوه او اي حاجه شوكولاته قابله للدهن، اي حاجه انا عايزاها اهو. هبدا اعمل كده اهو كده، وهبدا ان انا احط الجزء اللي من فوق اهو بالشكل ده كده، هيبقى كده. اشكل بقى زي ما انا عايزه تاني، احط شويه فارماسيل. عندي مثلا القلوب البني دي ممكن اغطسها كده في الشوكولاته البيضه السايحه، واقوم مصفياها كده كلها بالشكل ده، واقوم حطها على الشبكه اهو. ممكن مثلا برضو اخد النجمه دي مثلا اعملها بالشوكولاته البني اهي، الشوكولاته السايحه، بنفضها واحطها. مرحله التزيين دي بقى ايه، عايزه شويه روقان، يعني عايزه بعد ما تخلصوا وتخلوا طبعا السابلي يبرد خالص والكلام ده كله، تبداوا ان انتوا تزينوا بالشكل ده. تمام، دي من الحاجات برضو اللي يعني بجد في منتهى الجمال، لو عملتوها كده هتستمتعوا جدا بيها. هحط شويه شوكولاته بيضه كده جوه
اهو وابدا احط عليها. لا دول عايزة طبق اصغر من ده اسلام خالص. واحط عليها كده تانية من فوق والاسلام طلع للفرن وزودها. تمام. وابدا كده ايه نحطهم. تعالوا بقى ايه نلعب كده بالشوكولاتة شوية. اهو هقرب كده شوكولاتة. بصوا هجيب القلوب البيضة دي هبدأ اعمل عليها كده ايه شرايط. بصوا هبدأ اعمل عليها شرايط كده ايه خفيفة بالشوكولاتة. اهو الشوكولاتة محتاجة تسيح سنة كمان. اهو اني مربى دي. تمام. او كيس بقى حلواني صغير كده ببدا ان انا اشكل فيه الشوكولاته زي ما انتوا حابين. تقدروا ان انتوا تلعبوا زي ما انتوا حابين وتشكلوا اللي انتوا عايزينه. معانا وقت قد ايه؟ معانا وقت قد ايه؟ اسر معانا وقت قد ايه؟ بصوا ببدا مثلا ازين كده بالشكل ده اي شكل انتوا حابينه وتقدروا تعملوه. اهو بعمل الشرايط دي بتبقى شكلها حلو جدا. شايفين اهو تقدروا بقى ايه يعني تبدعوا في التشكيل زي ما انتوا حابين تماما يعني. تعالوا بقى ايه نحرص السابليه. هجيب بس طبق الطبق الابيض الكبير. فين اسلام؟ يلا بينا نرص بقى السابليه. اول ما تيجي نحطه كده خلاص لحد ما الشوكولاته تنشف. بصوا لازم اسيبه كده لحد ما الشوكولاته تنشف خالص عشان ما بقاش يعني حطاه على بعض. لازم الشوكولاته تنشف عندي خالص عشان اعرف ان انا اقدمه بالطريقه دي. احنا كده عملنا خلصنا المنين وعملنا الشكلمه وعملنا كمان السابليه بطريقه سهله وبسيطه. دي كده كانت حلقتنا ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من الطبق طبق. شموع بتحل في يديمك يوم ما تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع وتسيب له في وداعك فوق الارض عيد وتسيب له في وداعك فوق الارض عيد. يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام.